موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مكتب توثيق الشهداء في درعا ينشر تقريراً وثق فيه 1295 حالة قتل واعتقال واغتيال في المحافظة خلال العام المنصرم، مشيراً إلى وجود آلاف آخرين زج بهم النظام في قواته. قوات يبقية تحاصر مجدداً قوات نظام الأسد في المربع الأمني وسط مدينة القامشلي بعد ساعات من فك الحصار عنها بوساطة روسية. مجلة الإيكونوميست تقول في تقرير لها إنه رغم الضغوط التي تزداد على اللاجئين السوريين في لبنان، إلا أن ذلك لن يدفعهم للعودة إلى سوريا، خصوصاً مع استمرار الحرب فيها. مديرية الهجرة التركية تتوقع عودة 800 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم خلال العامين الحالي والمقبل، حيث أحصت المديرية العام الماضي أكثر من 3.5 مليون لاجئ يقيمون في تركيا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات تطالب الحكومات الأوروبية بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا. وحدة تابعة للجيش اللبناني تسلم أحد أبناء ريف دمشق المنشقين عن جيش النظام لأحد الحواجز العسكرية الحدودية بعد اعتقاله أثناء عمله داخل الأراضي اللبنانية بحسب موقع صوت العاصمة.